إن قطاعنا يرغب في بناء شراكة مستدامة وفعالة مع قطاع البريد والمواصلات وبمرافقة وزارة الرقمنة والإحصائيات. إن الهدف المرجو حاليا هو الاستجابة لتحدي التعليم عن بعد بتوفير كل الوسائل اللازمة لمستعملي الشبكة الوطنية للتعليم والبحث أيران. هذا اللقاء التشاوري بحضور ممثلين عن اتصال الجزائر ورئيس المدير العام لاتصال الجزائر باش نشوفوا كل السبل الكفيله للاجابه عن تطلعات قطاع التعليم العالي، ونشوفوا ايضا كيفاش كنت كل التكامل الموجود بيننا وبين ايضا زميلنا السيد وزير الاحصائيات والرقمنه لمرافقه هذا القطاع الحساس للولوج الى الرقمنه والتطور تاعو. وفي الحقيقه حتى هذه المبادرات والاجراءات تندرج في اطار التعليمات المسدات من طرف السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الاستعمال المكثف لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والعمل على المضي قدما بالبنية التحتية وكذا برقمنة المسارات على مستوى جميع القطاعات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.